ارتياد مدرسة جديدة قد يغير حياتك، خاصة إذا اكتشفت مختبراً سرياً فيه ثلاثة كائنات تعيش في جرار. جائع، باركا، أوبن، سكان الجرار جاءوا من حول العالم، لا يعرفون البرية. إذا درسنا ما كتب في الكتاب الكبير قد نتمكن من إعادتهم إلى ديارهم بسلام. فقط إذا نجحنا في تجنب نبيه المبتكر وأجهزة تعقب الجرار الشريرة. سكان الجرار لقد خرجوا ولن يعودوا إليها. زرعوا الطماطم. هيا يا رفاق، ما المشكلة؟ المشكلة اختفت. يبدو أننا تأخرنا في إحضار الطعام. أعرف، لكن الطاهية كانت في المطبخ طوال اليوم، أخذنا هذه الأشياء وهي في فترة الراحة، لذا توقفوا. من الصعب علينا إحضار الطعام لكم كل يوم. عليكم ترشيد الاستهلاك. حسنا، جيد، علينا العودة إلى المدرسة، لكن سنطمئن عليكم غدا. جبن عفن، جبن عفن، جبن عفن لذيذ، جبن عفن. الطاهية قالت إنها أحضرت لي ما طلبته من الجبن المتعفن. أتشوق لشم رائحته وأتذكر شبابي. ليس هنا، أين هو؟ اختفى، لكن هناك من يسرق الطعام. تشانغ! نعم يا سيدي. أريدك أن تمسك اللص الذي يأخذ الطعام بدون تصريح. وستدفع لي الكثير مقابل أن أمسكه. سأدفع لك إذا أمسكت اللص. سأفعل يا سيدي، الحراسة من مهاراتي. خدمات تشانغ للأمن في خدمتك. أميرة من باتاغونيا تحتاج المزيد من الطعام. أين ذهب الطعام؟ كان هناك ما يكفي لمدة 4 أيام. 1، 2، 8، هذا غير معقول. يجب أن تتعلموا زرع طعامكم بأنفسكم في حال واجهتم نقص في الطعام في البرية. إنه درس مهم في النجاة. أحب الزراعة. لنرى، الطماطم المزروعة في أسس في البيت زجاجية تنمو بسرعة هائلة إذا أضفنا إليها. لا أعرف ماذا تحديداً، يمكننا زراعة الطماطم وخضروات أخرى. بذور. التربة المتسخة. القليل من الماء. والرعاية والعناية، نحن سنعتني بك العناية اللازمة. هاي باركا، هل أسرعت قليلاً؟ وقت التزحلق السريع. لنضف القليل من وحل بركة اللزج، سيساعد النباتات على النمو بسرعة. أنا آسف. عراق الوحل. جبن عفن، جبن عفن، جبن عفن لذيذ. أمسكته. تشانغ، ما الذي تفعله؟ تشانغ حارس المطبخ يا سيدي، كما طلبت مني. حسنا، لست أنا اللص أيها الأحمق. أخذ عملي على محمل الجد. يمكنني أن أرى هذا، كنت أعمل على متعاقب جرار جديد وأشعر بالجوع، والطاهية أكدت لي أن المزيد من جبن قد وصل. لذا دعني أتناول الجبن. آسف يا سيدي، لكنك كلفتني بمهمة، حان وقت نومك. هذه إساءة كبيرة، اتركني. آمرك. ماذا حدث؟ أنت جميلة جداً، انظري لنفسك، أنت جميلة وخضراء. يجب أن نفعل شيئاً قبل أن يتحول المكان إلى غابة. صفوا جمع الحصاد يا رفاق. انظروا إلى حجم هذه الثمرة. واو، هذا جنون. كيف تنمو بهذه السرعة؟ لدينا ما يكفي لجيش كامل. مذاقها كالسجق وصلصة طماطم اللذيذة. بدون السجق، واحدة للسلة، واحدة لجائع. هم. واحدة للسلة، واحدة لجائع. هم. اختبئوا.
هيا اختبئوا. تشانغ قادم، هيا بنا. يا سيسعد سيدي الآن. أحرس الطعام ليلا وأجمع الطعام خلال اليوم. الأفضل أن نقوم بمهمتنا في الأسفل وإلا سيشك تشانغ. خط التجميع الخطوة الثانية. تفضلي. إلى الأسفل. عبقري جدا، عبقري للغاية. انظر على ما حصلت. هل تسرق الطعام يا تشانغ؟ لا يا سيدي، أحضرته من البيت الزجاجي. أنا حارس الحديقة وحارس الأمن كما تعرف. خذ تذوقها. بالقوة. لابد أن سكان الجرار لمسوا ثمرة الطماطم. أرني من أين جئت بها. متعقب الجرار بذرات الغبار سيعثر عليهم. ضعفت الإشارة، لابد أن سكان الجرار رحلوا. بالطبع سأضع ذباب الفاكهة مع أجهزة التعقب. عبقرية مضاعفة. يجب أن آكل المزيد. لا مزيد من الخيار، خيار خيار خيار. لا مزيد من الطعام، لا مزيد من الزرع. فليوقف أحد ما يحدث. النباتات تنمو بسرعة هائلة، لا يمكننا أكلها كلها. ذبابة فكهة، هذا يعني أن المحاصيل تتعفن. يجب أن نحفظ المحصول، يجب أن نستخدم مطبخ المدرسة. لكن كيف؟ الطاهية هناك خلال اليوم وتشانغ يحرس. خطرت لي فكرة، نحتاج ساعتين كي نهضم الطعام. إذن أوبل، هذا ما أريده منك. هل أساعدك بهذا الذباب يا سيدي؟ ابتعد يا تشانغ، إنني أسيطر على الأمر تماما. قد تحتاج لاستخدام عينك الأخرى. لقد ثبتت أجهزة استشعار تعقب الجرار على كل ذبابة صغيرة. يا لها من عبقرية. أنا آسف، لا وقت للمديح، سأتولى حراسة المطبخ. هيا. اللص حارس الأمن تشانغ يتولى الأمر. هيا. سيدي اللص إنه هناك. لنرى الآن. ساكن جرار، هيا بنا. الأخير يا رفاق، وبعدها نفرغ. حسناً، جائع وبركة، أحضر الجرار إلى القبو وسننظف. أوبل تقول الوداع أيها السفير. الإشارة تضعف. لنعد ذباب الفاكهة متعقب الجرار إلى المطبخ. قد يعود ساكن الجرار لص الطعام. أنتما، أنتما اللصان. مثلك يا سيدي. لا، لقد كنا رأينا هذا الطعام في البيت الزجاجي ولم نرغب في أن يتعفن، فقررنا أن نحتفظ به. حقا. نعم، وفكرنا أننا يمكننا أن نبيع كل هذا الطعام في كشك على الطريق لجمع النقود من أجل المدرسة. قد ينجح الأمر. تشانغ، ستتولى أنت الأمر. وظيفة أخرى لي سأقوم بها. لماذا لا تنمو الطماطم؟ أنا أريد الطماطم، الطماطم. لابد من تفسير علمي لماذا نبات الطماطم هذا لم ينمو مثل النباتات الأخرى. عصارة بركة مع الوح صنعا سمادا فاخرا. هذا لا يصدق، قد تساعد عصارة بركة على إطعام سكان العالم. حسناً يا رفاق، أنا فخورة بكم، كان برنامج نجاتي ناجحاً. والآن تعرفون كيف تزرعون الطعام بأنفسكم. أمي بسرعة، أنا جائع. جبن عفن، جبن عفن، جبن عفن لذيذ. تشانغ، أنت اللص، أوقف اللص. تشانغ، أقبض على نفسك. نعم، أمسكته، أعني أمسكتني. هل ستدفع لي؟
لا أصدق. إيه خذ يا سيدي، هذا من أجلك، هدية مني، إنه الجبن المفضل لديك منذ الصغر، الجبن المتعفن مع المخلل كما كانت جدة والدتك تعده لك. جبن عف، جبن عف. على الفور يا سيدي، وبعد ذلك هل يمكنك أن تدفع لي راتبي؟